واليوم رح اخبركم عن سيفنس اوف سيرفيس ستيب 1. بدنا نحكي عن ثلاث قصص اساسيه يلي هن الاستقبال، كيف فيني ساعدك، واكيد من لازم على الطاوله. بس اهم شيء فيهم كلهم تذكروا شغله واحده، شغله واحده بس، ضحكوا. بونجور مسيو. بونجور. كيف فيني ساعدك؟ بدي اكون ثلاث جوا؟ يس. تفضل. المنيو سوي لكم معكم على الويتر. وهلا شو كان النقط حكينا عنهم؟ ثلاث نقط. اول وحده ويلكم يو ذا جاست، ثاني وحده كيف فيني ساعدك، وثالث وحده ندله على الطاوله. بتذكروا دائما ايد مفتوحه، واهم من هيك ضحكوا. ثانك يو.